الحسناء تروي حديثا مريقا وضياء تحكي جمالا في الرباط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحدث الآن أن غزة لها أكثر من 12 عام محاصرة من طرف الاحتلال الإسرائيلي. هذا الحصار كان حصارا بري وحصار بحري وحصار جوي، إغلاق المعابر وعدم السماح بدخول الكثير من السلاح لقطاع غزة خلال 12 عام. هذا الحصار أثر اقتصاديا واجتماعيا وحتى على الصحة العامة وعلى البيئة، حتى بلغنا 40 بفضله. شكرا فقد أعطيتنا نعمة في بيت جدك نتل قيا، وفي طياتها نلقى هناك لقاء، والأجر للجد الذي قد فتحت أبوابه حتى ننال سماء. يا جد بشرى ختمت أخواتنا 25 ارتقينا على بل زدنا حتى صرنا في